عناوين هي منصة لإدارة العمليات اللوجستية للشركات اللي تملك أسطولها الخاص. زورونا في كوميكس. المطور الذكي هي شركة عمانية نقوم فيها بتطوير التطبيقات المحمولة وأيضاً مواقع إلكترونية مع خدمات أخرى مثل التصميم. آي ترانس هو أول تطبيق تفاعلي في السلطنة يعمل على خدمة نقل وشحن البضائع من وإلى المكان المناسب وأيضاً في التوقيت المناسب. تجربتي في الواقع الافتراضي جعلتني أصنع واقعي بنفسي وأنقل للعالم واقعاً آخر لم يروه من قبل. أوتاكسي هو عبارة عن تطبيق يربط الزبون بسيارات البرتقالية الأجرة، تسعيرة مناسبة للجميع، خدمة على مدار الساعة وأيضاً الدقة والسرعة في الوصول إلى الزبون.